والتحية خاصة لأبطال معركة جبل موية الأوفياء الأسود اللي استشهدوا غدرا وضربوا غدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر. لكن سكتنا كثير جدا، قلنا جماعة النادي يصحوا ويتراجعوا، لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين والآن هم خشوا في المعركة. مش موجودة على كل قوى رمزية للتدريب مع الشباب في السودان فقط، وليس أبداً أبداً نية تدعم حد ضد حد.